توازن الحياه انت رقيها اذا ارتقيت وجود عالم جميل رساله لها اتيت حواء في رمضان توازن الحياه انت رقيها اذا ارتقيت كل ما يخصك حواء في رمضان على النور على رسالة لها تيتي فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة سلام حبوباتي صحة فطوركم صحة رمضانكم إن شاء الله تكونوا بخير وفوتوا أيام من رمضان رائعة جميلة بالعبادات بالأطباق يا رب العالمين. اليوم جيتكم بتحلية وهي تورتة الفراز، هي تحلية رائعة جدا اقتصادية وجميلة في ذوقها و شكلها. بدون إطالة راح نبدأ مع بعضياتنا في ذكر المقادير. نحتاج إلى 250 غرام من الفراز وهي فاكهة الموسم، كاس سكر، علبة ياورت كريم دي ساخ، زوج فناجل حليب بارد، 100 غرام شونتي، غاتو كسكروت اللي جاي مربعات غليظة هكا، قليلا من كاوكاو للتزيين، وأيضا لبيب دو شوكولا كولوري، كاين لبيب دو شوكولا نوار وكاين اخرين جايين كولوري. هذا فقط للتزيين. نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير. نحاولوا انا هنا نقدمها يوم نحضرها يوم قبل. واش نحضر؟ نحكم الفراز تاعي، نخير اولا 5 حبات يكونوا رائعين مشتوتين، يعني نحيهم اكوتي، وبقيه الفراز اللي عندي نقصه مربعات صغيره ونحطه في ريسيبيون، نفرغ عليه كاس تاع السكر ونغطيه ونحطو في مكان عادي في الكوزينة نتاعنا. غدوة ان شاء الله باذن الله بعد ما نبغي نحضرها راح نفتح على هذاك الفراز، راح نلقى السكر كامل ذاب وطلق هذاك الجو تاعو. واش ندير؟ نصفيه نحط الفراز اكوتي، وانا هنا نحتاج هذاك الجو تاعو. واش ندير؟ نهز هذاك حبة الكاطو اللي عندي اللي كنا هضرنا عليه، نغمسو مليح في هذاك جو ونستفو في المول اللي راح نقدم فيه، نستف كامل في المول حبة قدام حبة حبة قدام حبة. بعد ما نستفو نزيد نسقيه أشاك فوا نسقيه حتى يتشمخ مليح. في نفس الوقت أنا روح نحضر الكريمة تاعي. باش نحضر الكريمة، في ريسيبيون اللي كنا حطينا فيه الفراز نضيف عليه علبة الكريم ديسير ونزيد له زوز فناجل ماء ونزيد اللي قلنا 100 غرام من الشونتيي ونبدأ نضرب بالخلاط جيدا حتى نحصل على كريمة متماسكة، يكون القوام تاعها متماسك. وفي نفس الوقت مرة على مرة كما كنت قلت وسبقت راني نسقي في الكاطو تاعي حتى يفضلي كامل هذاك لجو اللي تلقو الفخاز مع السكر. لهنا واش ندير؟ نغطي كامل هذاك الكاطو، نغطيه بهذيك الكخام اللي عندي، نستف الكخام اللي عندي كامل فوق الكاطو حتى تتغطى لي. بعد هنا واش ندير؟ راح نعين هكا شكل مثلث
هي تجي شكل مربع. راح نعين مثلث، انا هنا كما راكم تشوفوا فيها في الصوره درتها مربع هذا الشكل. نجي للمثلث الاول ونرمي عليه الكاوكاو، ندر عليه الكاوكاو كاملا. والمثلث الثاني ندير فيه لي بيب شوكولا كولوري كما راكم تشوفوا فيها. فيما يخص خمس حبات اللي كنت هدرت عليهم تاع الفراز سابقا، نجيب الحبة تاع الفراز ونقطعها هكا في شكل طولي، ما نقطعهاش حتى القاعدة، نقطع هكا شرائح شرائح شرائح، ومن بعد نحاول نحلها بشوية حتى تجيني على شكل فونتاي. مثلا هنا كما راكم تشوفوا في الصورة انا قطعتها على 5 إلى 6 شرائح كل حبة على حسب حجمها، ونحط في كل كوا تاع المربع اللي عندنا نحط حبة تاع الفراز اللي شكلتها على شكل تاع فونتاي. وهنا ما نحيلهاش الاوراق تاعها تاع التزيين، نغمسها شويه في الكريم باه تشدلي. راهي في الصوره، ان شاء الله تكون عجباتك وتجربيها وتذوقيها، وتقدري حتى ما تقدميهاش في نفس اليوم، على سبيل المثال تحضريها اليوم وغدوة تقدميها راح تبقى رائعة جدا. تصدقيني برك ملاحظة، لازم تدخليها في الثلاجة باش تشد القوام تاعها. ان شاء الله تجربيها وتعجب لك وشهية طيبة. كنتم معي انا وسومة غدير.